يا الله يا كريم. السلام عليكم شبيبة سهرانين، صحة لفطوركم، صحة لسحوركم. سلام الأخ سمير. أخ سيدي علي فارس محمد، أخ الهادي، أخ سيدي علي، ربي يبارك فيك. الأخ الكريم عماد، الأخت سمية، أخ عماد والناس ورقلة، صح فطورك. الأخ العربي، الحمد لله، الله يبارك فيك. الأخ عماد، الأخ ثامر، الأخت سامية، الأخ أبو مدين. وأما الإخوة نحاول هو أن نجاوب، أنا مانيش نقرأ في التعليقات، نحاول نجاوب على بعض التساؤلات اللي يطرحوها الإخوة، لا سيما بواش راهو يجري في الجزائر منذ الاعتقال تاع الجنرال توفيق وصولا إلى جنرال بن حديد ولويزا حنون، والقائمة راها مفتوحة. ونتحدث عن الانقسامات هذه اللي راها جارية، نحاول هو أنه نزيد نعاود نرجع للبرج، كاين فيه بعض التطورات هكذا، ونتحدث يعني عن الانقسامات هذه اللي راها موجودة يعني في ربما عدة ولايات اللي راهو فيها هذا الحراك، منها ما هو طبيعي بطبيعة الحال، ومنها ما هو مفتعل، والأهداف نتاعو والأغراض نتاعو نحاولوا نعرفوها من خلال هذه المداخلة. إذن القسم الأول المتعلق بهذه المحاكمات وهذه الاعتقالات والتوقيفات. درك كاين بعض الإخوة اللي هما ما مش فاهمين، يعني ما عندهمش تجربة سياسية، وهذا أمر طبيعي كون هو أن هاد الناس ما هم متحزبين ولا راهم منخرطين في جمعيات، ولا عندهم تجربة سياسية، ما خاضوا بلديات ولا برلمانات ولا كذا، وبالتالي من راح تجيهم تجربة؟ لا دخلوا سجون ولا معتقلات، من راح تجيهم تجربة؟ يعني مسموع. وكانت الأمور يعني كانت عبارة عن سراب، لا نشاط سياسي في البلاد إلا ما رحم ربي، يعني هكذا. وبالتالي هذا الشباب هذو نشأوا ما في هذه الفطرة، ولقوا هذا الفراغ، مدرسة نتاع بن غبريط ونتاع بن بوزيد، والإعلام تضليل إعلامي، المهم بدون ما نضلوا يعني نغوصوا في التفاصيل. بالتالي هذا الشباب هذا من الطبيعي ما عندوش تجربة، أمر طبيعي. درك هذا الشباب يتساءل، يشوف مثلا من خلال الاطلاعات، يشوف مثلا بعض الناس هكذا، وحتى انه سأل يعني يوجهوا لي هكذا بعض الاخوه اسئله، ومره على مره واش رايك في فلان، مره على مره واش رايك في فلان، واش رايك في الزيطوط، واش رايك في شوشان، واش رايك في كريم طابو، واش رايك في اسمه بوشاشي، واش رايك في فلان، واش رايك في فلتان، وماذا بيا باش تجاوبني بصراحه، وماذا بيا على جال باش نعرف انا الاجابه الفلانيه، وأنا راني نثق فيك، وإلى غير ذلك. وحتى أنه ناس احتاروا، قال لك كيفاش درك مثلا رانا ما فهمناش التصريحات هذه تاع علي بالحاج فيما يتعلق بالويزا حنون، مانيش فاهمين درك هاد الناس راهم فعلا راهم حابين هما يديروا هاد المحاكمات، يعني فعلا راهم حابين يسجنوا هاد الناس وحابين يحاسبوهم، ولا راها فقط هي سيناريو راهم حابين هما يديروا لنا مسرحيه على جال باش يبقاو هما مستمرين في الحكم، إلى غير ذلك من التساؤلات المنطقية.
كاين تساؤلات منطقيه والناس ماذا بها باش تعرف اجابات صريحه في هذا المجال. شوفوا الاخوه والاخوات اللي ثقوا فيا، الناس المكلفين بالسب وبتطيح الكلام حتى في رمضان ما تخافوش ربي، الناس اللي تطعنوا في الشرف وتطعنوا في كل الناس اللي راهم هما يعني يضحيوا بالوقت نتاعهم، الناس هذوك اللي تجيو على جال باش تسخروا وعلى جال باش تهزؤوا وجو كذا، ما عنديش الوقت مانيش نقرا من بوف التعليقات تاعكم. بالتالي نصحكم تروحوا تغسلوا الماعن هكذا ولا شو ما تروحوا يعني تقصوا هكذا شويه، باسكو مانيش نقرا في التعليقات نتاعكم نهائيا، وما راكم رايحين تقلقوني ما راكم رايحين ديروا والو. الاخوه والاخوات، اذن الناس اللي ثقوا فينا والناس اللي همكم الراي نتاعنا، نحاول هو انه نوضح لكم هذه المسائل حسب المعلومات اللي عندي وحسب القناعه اللي عندي، كون هو انني كنت ولا زلت معارضا لهذا النظام. درك القضيه كيفاش؟ لازمكم تعرفوا باللي هذه المحاكمات اللي الان راها موجوده وهذه الاعتقالات راها جات كنتيجة. درك هذا الجنرال توفيق وهذا طرطاق تحديدا وبعض الجنرالات اللي راهم معاه نحطوهم على كفة باش ما تخلط لكمش الأمور، هذا سعيد بوتفليقة نحطوه على جهة، خطر هذا سعيد بوتفليقة راهو إنسان مدني راهو آخر رئيس. دوك نجيو للظروف اللي راهو هو اعتقل وتم التوقيف تاعو بها، ونتحدثوا على هذا جنرال توفيق وهذا طرطاق، لانه القضيه نتاعهم هي تختلف مع هذا سعيد بوتفليقه حتى اذا كانوا ما تلاقاو يعني تقاطعوا في بعض الامور، باش يعني باش نشرحوا القضيه كما ينبغي. درك هذا جنرال توفيق ما نتحدثوش حنا على الباسي نتاعو يعني الثورة ونحكيو احنا على السبعينات وكان وكان وكان، نحكيو فقط منذ التقلد نتاعو الجهاز نتاع المخابرات الى غاية نتاع التنحية نتاعو. درك هذا جنرال توفيق نفس الشيء، ما لازمناش نقارنوه بطرطاك، لخاطر الجنرال توفيق راهو كان قائد نتاع الجهاز نتاع المخابرات، بينما هذا الطرطاق راهو حكم الجهاز نتاع المخابرات في فترة واحدة اخرى، ولو انه راهو يتقاطع معاه بعض الاشياء كون هو انه راهو كان يشتغل معاه هو في الجهاز نتاع المخابرات. هذا جنرال توفيق هو في هذه الفترة من التسعين الى الغاية نتاع التنحية نتاعو في 2015، في الوقت نتاعو راه ماتوا الآلاف المؤلفة، تم اعتقال الآلاف والآلاف من المختطفين، الآلاف من الموقوفين على العمل، وخلي من التهم، خلي من التشويه، خلي من الابتزاز، خلي من تخريب البيوت، خلي من تدمير الجزائر باختصار، يعني تقريبا رايحة الجزائر تدمر. بالتالي درك هذا الانسان درك اللي راهو درك هو غاضو الاعتقال ولا التوقيف نتاع هذا التوفيق، هذا ما يكون الا واحد من الناس اللي يعملوا معاه. درك لما يجي واحد درك انا يقول لي باللي علاش تم اعتقال هذا الجنرال توفيق والتوقيف نتاعو والسجن نتاعو ولم يتم اعتقال هذا طليبة، هذا انسان ما عنده حتى علاقة بالسياسة، يعني هذا اذا احسن الظن به هذا ما عنده حتى علاقة بالسياسة، خطر علاه هذا طليبة، هذا طليبة تبعث له تشنبيط يجي يحكمه من وذنه ويعطيه بالكفوف ويديه وتتخنزر فيه، برك يعيطوا لواحد نتاع الحرس البلدي يحطوه له قدامه يجيبوه
عنده قال مثلا راه دراهم دايرهم ثم في البنكة في الجزائر، يهزوه غرب التليفون يعيطوا له يقولوا لي يلا في ديك ربع ساعة تجيبهم والله نجي ونهبطوك في البوان تاعك. يجي يجري في نص الطريق طيح له 70 كيلو. يو هذا التوفيق، يو هذا راهو عنده الآلاف من الناس اللي راهم يشتغلوا معاه في الجيش، ضباط من جنرال لحتى الجندي، عنده العملاء راهم يخدموا معاه في الداخل وفي الخارج، في القنصليات، في السفارات، في الوزارات، في المديريات، حتى في الدور نتاع الشباب، حتى في الجمعيات الرياضية، حتى في الجمعيات اللي راها تشتغل في المساجد، عنده العملاء نتاعو بارتو، نساء ورجال. بالتالي ما لازمش انت تقارنوا الطليبة هذا والله ما على باليش انا لواحد اخر من هذوك الناس اللي هما مجرد ضرابين شيتها، والله ما لازمش انت تقارنوا لهم. ايضا القضية هذه نتاع التوقيف نتاع الجنرال توفيق هذا والجماعة اللي معاه ما جاتش غير هكذاك برك. هذا الجنرال توفيق باش هو مات، باش تمت التنحية نتاعو، راني تحدثت عليها منذ سنوات ماشي الان، وقلت لكم باللي راها فيه قوى اجنبيه بالضغط نتاعها من خلال يعني العثور على اشياء يعني هكذا اللي تثبت التورط نتاعو في بعض العمليات. هما فيما بعد كانوا رايحين يمسحوا يعني كما يقولوا الموس في الجزائر يعني بشكل يعني كبير، بالتالي هما ضحوا به من خلال الضغط الدولي في عمليات بعد ما صرى هذاك نتاع ما يسمى بالثورة في تونس. سمحوا لي برك شويه ساعه كذا نخرج هكذا شويه باش نديروا شويه ملح هكذا القعده. النهار اللي كانوا يتحدثوا الإخوة على الثورة في تونس والتسجيلات راها مازالها موجودة، الناس اللي يعرفوني راني كنت نقول لكم باللي الجزائر مش مسحقة على جال باش تدي ثورة نتاع ناس آخرين، نروحوا نهزوا هنا قال واحد تحرك في تونس والله وننقلوا هنا الثورة نتاعو نديروها في الجزائر. الجزائر عندنا الأبطال تاعنا وعندنا الرجال تاعنا وعندنا 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 الحمد لله. بالتالي درك هذا الجنرال توفيق لما تمت التنحية نتاعو بقى هو راهو تحت المراقبة تحت عينيهم، وهو كان يخدم من وراء الستار، يخدم ما زالت عنده علاقة. هذه الملفات اللي راكم تشوفوا فيها انتما في الفيسبوك، وهذه الملفات نتاع الابتزاز، وملفات نتاع هذيك نتاع الاخبار الحصريه نتاع الجنرال الفلاني هامز، منين كلها من جهاز المخابرات. وراني قلتها لكم في تسجيلات سابقه، بحيث هو انه قلت لكم باللي الجهاز الوحيد اللي يمتلك الملفات نتاع الفساد هو الجهاز تاع المخابرات. بطبيعه الحال كاين اجهزه واحده اخرى، قال مثلا الشرطه ولا الدرك ولا عندهم ملفات، لكن الملفات الكبيره عند الجهاز تاع المخابرات. وكنت تحدثتكم على هذا الفنادق قبل ما يبداو يحكيوا عليها وكذا، كنت نقول لكم باللي راه من الفنادق هذه راهم موجودين فيها ملفات كبيره من رؤساء احزاب، شخصيات سياسيه، ولات المسؤولين يدخلهم ثم هما للفنادق. واحد قال مثلا يتزوج يروح هو يدخل في فندق ثم هو في باله راهو في داره، فهمت؟ راهم دايرين لهم ثم كاميرا من الداخل وراهم يصوروا فيه وعندهم الملف نتاعو بالتفاصيل، ومن بعد هما هذيك الملفات يوليو يستعملوها للابتزاز على جال باش هما يصيروا يهدوا في الناس. قال تتكلم والله نخرجوا لك الملف، خاصة لما واحد درك هو يكون مثلا شخصية هكذا ويكون هو يعني هكذا يمارس السياسة والله، يقول لك نتكلم على بالك. عندهم الصحف هما يشروا الصحيفة برك يلا، وهذو الصحف ويعني إلا ما رحم ربي، وهذو الصحفيين أغلبية نتاعهم يخدموا معهم مع الجهاز تاع المخابرات باسكو ثاني عندهم عليهم ملفات.
بالتالي هذيك الفنادق هذا ملزي ما جابوهش غير هكذاك برك وقديم. انا شخصيا كنت نعرفه من الثمانينات لما كنت في السياحة، مش جديد. المهم هما دركا هذه الجهاز تاع المخابرات عندهم ملفات. دوك كاين بعض من الناس في وقت من الاوقات هكذا كنا لما نتحدثوا على الجهاز تاع المخابرات، والله يقول لك راه التسجيلات راها موجوده، راه التعليقات موجوده. كنا في وقت من الاوقات نتحدثوا على قضيه نتاع التغيير، والله الناس يقول لك هذو ناشرين الفتنه. ودوك هذا الشعب هذا اللي راهو برا واش راه يدير؟ راهو ينشر الفتنه ثاني. كنا نقول لكم باللي هاد الناس راهم يديروا في ملفات نتاع ابتزاز، وراهم يديروا في 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 قضايا الناس، وخرجوهم من الخدمه ظلما وعدوانا وكذا وكذا وكذا. كان منكم من يقول باللي هذا تحامل وهذو حابين يخلقوا فتنه. راكم تشوفوا فيها دوكا المحكمه العسكريه هم هزوا جنرال توفيق، هم هزوا. اذا درك هما هاد الناس باش هزوهم راه عندهم ملفات ثقيله 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 جدا، والحساب نتاعهم عند ربي ما على بالو به غير ربي. ولكن هما باش درك جاو هزوهم هذه القضيه نتاع المره الاخيره. دوك نجي القضيه هذه نتاع لويزا حنون، ربما كاين بعض الاخوه هكذا تخلط لهم الامور هكذا ويقول لك واش علاقه لويزا حنون بتوفيق، وعلاش ما راحوا شدوها المحكمة مدنية، وعلاش جابوها، ولماذا في هذا الوقت بالذات، وعلاش هزوها وخلاو طاب وراهو يتحدث على القيادة العسكرية، إلى غير ذلك من الأمور اللي ربما تختلط على الإخوة. كذا نحاول هو أنه نتحدث عليها، ومعذرة إذا كان طولت عليكم لأنه هذه القضية تحتاج إلى تشريح. المهم إذا هذا الجنرال توفيق عنده ملفات خطيرة بزاف، خطر فيها راه اغتيالات فيها، ومش غير هو هذا طرطاق نفس الشيء. معلومات يعني الأخيرة اللي وصلتني متورط بشكل في القضية نتاع محمد تملت، معلومات أخيرة وصلتني هذا طرطاق. والملف نتاع تمالت تم استدراجه، كانوا يحوسوا على جلب الشرطة هي اللي تصفيه، الشرطة رفضت وعطوا الملف للطرطاق. المهم انتم حقوا فيما بعد تبر راسكم، انا عطيتكم راس الخيط، انتم الله يسهل عليكم. اذا هذا جنرال توفيق عنده ملفات خطيرة جدا، ولكن هذا المرة الاخيرة اللي عليها تم الاعتقال تاعو هي ليست الملفات هذيك، هذيك دوك ربما تجي فيما بعد. الشيء اللي حصل واش هو؟ هو انه مثل ما قلت لكم يوم 31 مارس لما تحدثت على الصراع قلت لكم باللي راهو تم التنحيه نتاع القايد صالح، قلتها لكم قبل ما ينشروهم هذاك البيان اللي داروه نتاع تنحيه القايد صالح. واللي الناس اللي نشروه هما لما نشروه في تلك الفتره كانوا يروجوا باش ينحيوا القايد صالح على جال باش يستلموا هاد الجماعه نتاع توفيق، كانوا يخدموا كانوا يمهدوا في الارضيه على جال باش ينقلبوا على القايد صالح والجماعه اللي معاه، فاذا به راح تروسهم في حيط. درك كاين بعض من الناس اللي راهم مخلطت لهم. درك نجي المهم نحاول نفصل في هذه القضيه. اذا هو لما تمت التنحيه نتاع القايد صالح، لخطر في البدايه لما بدا يصرى هذا الحراك قلتها لكم راه التسجيلات مازالها موجوده موثقه، وكنت نقول لكم مره على مره باللي راهو كاين كلام اللي ربما ما تفهموهش الان، كاين احداث هي اللي تفسروا. قلت لكم منذ البدايه باللي راهو كاين ناس حركوهم في ولايات، في مجموعه نتاع ولايات حركوهم من بينها البرج، حركوا ناس، وهذا الناس محركين يا اما عن طريق الغباء او ناس يخدموا معاهم، ما كاينش حاجه واحده اخرى. دوك لما تم التحريك نتاعهم كان الهدف في البدايه هو توقيف العهد الخامسه، وكانوا يراهنوا على مجموعه من شخصيات، وكانت القضيه نتاع تاجيل الانتخابات والذهاب الى ندوه وطنيه
لا تخدم هذه الجهة تاع المخابرات. هما كانوا يحوسوا فقط هما أنه يوقفوا هذه العهدة الخامسة، وكانوا يراهنوا على مجموعة من بينهم هذاك عبد العزيز بالعيد، من بينهم بن فليس، من بينهم الغديري، وإلى غير ذلك أنسي السويت. وكانوا يحوسوا على جد باش يديروا الانتخابات بدون بوتفليقة. هذا الجهاز نتاع المخابرات، نتاع المخابرات والمتمثل في توفيق. درك هذا الطرطاق، كاين بعض الناس اللي ربما ايضا ما مش فاهمين القضيه، هذا الطرطاق هو كان يخدم مع التوفيق، ولكن في مده تم التنحيه نتاعو. لما تمت التنحيه نتاعو هذا توفيق خنس كما يقولوا في البلاد، ما دافعش عليه. من بعد ريكوبيرا هذا لونتوراج تاع بوتفليقة وداروه في الرئاسة، واستعملوه حتى هو في مدة بالقيد صالح وكذا وكذا وكذا، على جال باش هما يدوروا على جماعة نتاع توفيق. أمور مخلطة بزاف. المهم فيما بعد درك هذا توفيق عنده كيما كنت نقول لكم أنا الجماعة اللي يخدموا معاه، حركوا جماعة لجل باش يوقفوا العهدة الخامسة. وبالتالي دوك هما لما تحركت خرجت على يديهم في مجموع الولايات، خرجت الأمور على يديهم. ومن بعد الناس كيشوفوا كان هناك أغلال وتكسرت، كانت هناك جدران وطاحت، راح هذاك الحاج نتاع الخوف خرجت الناس. لما خرجت الناس ما صارتش الطالب بالعهدة الخامسة، صارت تطالب بذهاب النظام. هذا قايد صالح هو راه كان مع بوتفليقة، كان مع بوتفليقة، كان معاه في العهدة الرابعة. ولعلكم راكم طالعتوا التسجيلات نتاعو والمداخلات نتاعو فخامة رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بالتالي ما رانيش نقول في هذا الكلام هكذاك برك. درك فيما بعد واش الشيء اللي صرا بعد ما هما شافوا باللي الامور راح تنفلت من يديهم، حبوا على جال باش هما يديروا بوكلاج لهذا الحراك. القايد صالح والجماعه اللي معاه ما حبوش هما يضربوا شعب. بالتالي درك هذا لونتوراج نتاع بوتفليقه لقى روحه في ورطه. كيفاش راح يدير؟ يخرج بهذه الطريقة أنه ما كانش العهد الخامسة ويخرج، يعني تسمى عن طريق الركل. الشعب راهو برا ينادي يا بوتفليقة يا المروكي ما كانش عهد خامسة. يخرج هذا بوتفليقة اللي 20 سنة وهو يجري وهو يطلع ويهبط ويروح للغرب والطيارة ما يهبطش منها، ومشاريع وكان ينتظر على جال باش هو يدشن الجامع وإلى غير ذلك، يلقى روحه خارج هذه الخرجة ما دخلتش في الرسم نتاعهم خلاص. وبالتالي نفس الشيء هذا القايد صالح اللي كانوا هما يعتقدوا من أنه راهو مضمون وراهو ماشي معهم على طول الخط، لقاو رواحهم أرجو. كيفاش راح نديرو؟ أيا دارو التنحية نتاعو. الشي اللي ساعد القايد صالح هو هذا الحراك. لما لقى هو هذا الحراك، لو كان جا القايد صالح تم التنحية نتاعو قبل هذا الحراك، والله يشوفو غير ينحيوه كما ينبغي. وهذا التوفيق طاحت له من الجنة والناس، لأنه ما صارش غير درك هذا بوتفليقة راهو كما نقولوا مهدد. صاروا الجماعة كامل اللي في النظام اللي كانوا إلى حد ما راهو يروح واسمه بوتفليقة، لو كان جماعة يمسكو كامل طرطاق توفيق، يعني بلا المحاكمات هذه نتاع اللي راه هذوك الآن تجري. بالتالي درك هما هل الجماعة نتاع بوتفليقة حبوا على جال باش هما يلقاو طريقة اللي هي تمكنهم باش يخرجوا من هذا المأزق اللي راهم دوك توضعوا فيه. هذاك غديري وبن فليس وهذاك عبد العزيز بن العيد، ولا يلقاو رواحهم على توش خلاص. طلعت المؤسسة العسكرية
المؤسسة العسكرية لما هما قلت لكم مسوا القايد صالح، القايد صالح خرج لهم برسائل كان يوجه فيها للشعب، قال ودي نحن نطالب الآن بالتطبيق المادة 102، حبيت تجيوا لي عاد باش تنحيوني دوك نوريكم انا الزنباعون يتباع، يلا نطالب بتطبيق المادة 102. درك هما بداو يناوروا، راكم شفتوا ما تحركش هذاك نتاع المجلس الدستوري، ما تحركش نتاع مجلس الأمة، ما تحركش نتاع المجلس الشعبي الوطني، وقعدت مدة وشعب راه يطالب يطالب يطالب. فيما بعد هما هذه المجموعة نتاع واسمه بوتفليقة هذا السعيد وكذا بداو هما يعقدوا في اللقاءات، ولعلكم راكم طالعتوا الرسالة نتاع زروال، طلعتوا الرسالة نتاع زروال اللي هو يثبت فيها باللي راه متصلوا فيه وراه طلبوا منه على جال باش هو يقود مرحلة. وشفتوا أيضا قنوات اللي هي راها لعبت دور من بينها واسمه الشروق اللي كانت تقول لكم في وقت من الأوقات راهو بوتفليقة راهو بالسيروم وراهم راهو فقد وعيه، ومن بعد الغدوة قالها واستقال استقال بوتفليقة وجابوه يقدموه وبسلامة بالعافية. درك هذه الجماعة ولات فيها القوة، فهمت؟ لما هما بداو يتماطلوا ولات فيها القوه، باسكو لو كان درك هما ما يسرعوش هاد الجماعه اللي هما خلاص درك هذا القايد صالح لو كان هو ما يسرعش يتعشى بهم يتغداو به، بالتالي لحقوا لواحد المستوى وين انه خلاص. وراها راكم لعلكم سمعتوها من خلال الرسالة هذه، راني حكيتها لكم أنا في وقت سابق قبل الرسالة نتاع زروال وقبل الرسالة نتاع خالد نزار، وراه أكدها خالد نزار قال لكم باللي راه قال له هذا سعيد بوتفليقة راه كان قايد صالح والجماعة اللي معاه راهم كانوا رايحين يروحوا لزيرلدا، يعني معناتها باللي راح يهزوه. فيما بعد هما حاولوا على جلب باش هما يلقاو طريقة، وداروا بدل من انه يروحوا لهذيك القضيه نتاع اعلان العاجز راحوا للاستقاله باش يخرج زعما كيما نقولوا مرمد، بصح مرميده صغيره برك ماشي نتاع كلاب ماشي كبيره. درك فيما بعد هذه الجماعه كانوا تحت العينين، وراكم شفتوا البيانات نتاع الجيش كانوا هما يتحدثوا منذ البدايه باللي الحراك راه فيه جهات تحرك، مثل ما كنت نقول لكم قبل البيانات نتاع الجيش كنت نقول لكم باللي راهم كاينين الناس راهم يحركوا فيهم. هما دوكا زادت تاكدت هذيك الامور، دوك هما باش راحوا يعتقلوهم باش راحوا يهزوهم، هادو كيما كنت نقول لكم انا ماهمش ناس ساهلين، اذا راه عنده جيش راه عنده ضباط داخل الجيش، هما باش راهم راحوا يلحقوا ليه راهم قصوا له الجنح نتاعو من جهات مختلفه، ما راحوش ليه غير هكذا. وراها قضيه نتاع بلاد، قضيه امن نتاع بلاد، وقضيه نتاع فيها دماء. درك صحيح احنا رانا نطالبوا على جال باش تكون مؤسسات نتاع الدوله، صحيح احنا رانا نحوسوا على قضاء مستقل، ولكن احنا ما راناش في وضع طبيعي لخطر هذا. درك يعني نعطيكم كمثال، درك انت قال مثلا راك تصيد هاز انت السلاح نتاعك، ولا راك عساس ماكش صيادي، راك عساس انت راك هاز السلاح نتاعك وراك قال مثلا جاي في مكان، دوك انت مرات لما يكون انت عندك الخيار راهو جاي واحد فايت ما على بالكش به، راهو فايت يفوت على روحو هكذا واحد مانيش عارف مش راح يأذيك، لكن لما يكون واحد راهو جاي هو يهاجم فيك تقتله ولا يقتلك ما كانش خيار. دوك حنا رانا في اللي تسع، نتحدثوا حنا على دولة القانون، ونتحدثوا حنا على الجمهورية الجديدة، ونتحدثوا حنا على القضاء، ونتحدثوا حنا على الفصل بين السلطات، ونتحدثوا حنا، ولكن يا هو راهم رايحين يا يدكوه في الباطا ولا يدكهم في الباطا، ما كاينش حاجه واحده اخرى. وبالتالي ما لازمش تربطوا المسائل بعضها، وايضا ما لازمش الانسان يربط الاشخاص ببعضهم. دوك القضيه هذه نتاع لويزا حنون كاين بعض من الناس اللي هما ينظروا ليها نظره سطحيه،
نتاع انه رئيسة حزب. صحيح هي رئيسة حزب، من حقها باش تعبر، ومن حقها لجل باش تلتقي بشخصيات سواء عسكرية او مدنية، من حقها ذلك، هذا حق من الحقوق نتاعها. وكاين شخصيات واحد اخرى راه ملتقاو بسمو من بينهم مقري، راهو صرح بها في التلفزيون باللي راهو التقى مع سعيد بوتفليقة. بصح فرق بين هو انه تلتقي وبين هو انه تكون متورط، فرق. تلتقي الناس كلها تلتقي، تلتقي بالجنرال توفيق، كثير من الشخصيات اللي راه ملتقاو به، ولكن فرق بين انه واحد يلتقي به وواحد يعمل معاه. درك هما لما راحوا جبدوا هذا الناس وهزوهم لويزا حنون، لا اعتقد هو انه هزوها هكذاك برك وحبوا، قال مثلا راها قالت كلام على القايد صالح. والله هما لو كان جات القضيه راها مرتبطه بالكلام تعبير سياسي او باللقاءات، ما كانوش يديوها المحكمه العسكريه، كانوا يحاكموها في محكمه مدنيه، ما يديوهاش اصلا المحكمه العسكريه. لكن هما لما داوها المحكمه العسكريه خاصه في هذا الملف هذا، بمعنى انه راه عندهم عليهم ادله. دوك كاين بعض من الناس يقول لك باللي يا خويا اوكي احنا رانا متفاهمين هذه القضيه، واوكي ممكن بلك راه هي متورطه او ممكن بلك هي راه متامره معهم، ولكن احنا ماذا بنا على جال باش ينورونا، ماذا بنا على جال باش يديروا لنا كيما راهم يديروا دول هكذا. قال مثلا ما على باليش انا ندوه صحفيه، والله يجي قال ضابط من الضباط والله ويتحدث في هذه القضيه ويوضح الامور للشعب، الشعب يحب يعرف علاش راه مهزوا لويزا حنون، علاش راه مهزوا الجنرال توفيق الى غير ذلك. شوفوا الاخوه والاخوات، خاصه من الشباب اللي ما عندكمش تجربه، كاين بعض الناس السياسيين والله بمجرد هو انك انت تشر له برك راهو يفهم لا سويت. لكن بعض الناس مع الاسف الشديد شباب، لو كان ما تسميلوش انت الامور بالاسماء نتاعها ما يفهمش هو هذيك نتاع بين السطور، وما يفهمش هو الالغاز هذيك، وما يفهمش هو اسمه. لو كان ما تعيطلوش وتسميلو وتعاودلو ما يفهمش. شوفوا الاخوه، لازمكم تعرفوا باللي كاين هناك اسرار عسكريه، مثل ما قلت لكم في بدايه الحديث نتاعي، هذا الجنرال توفيق مش وحده. درك هما لما يعطيوكم اسماء، يجي قال مثلا ما على باليش انا يعينوا واحد، قال مثلا وكيل جمهوريه ولا مانيش عارف انا، ويجي هو يدير ندوه صحفيه. اولا انت راك تعرف الوكيل الجمهوريه راح تشوفه، قال هاو الملف نتاعو، ها هو هذا هو اللي راه حاكم الملفات، هذوك المجموعه نتاع الدول العميقه قال يلا بندرو هذاك، يلا اعطيو له الحس. ايضا هذه حاجه برك، يعني كيما نقولوا دي فلاش هكذا برك، هو كي يجي يتكلم يعطيك من الاسماء، معناتها هو انه كاين ناس اللي راهم مثلا مازال ما قبضوش عليهم، او ناس راهم مازال يحقوا معاهم، بالتالي راهو راه يعطيك من اسرار. هما دوك هذه المحكمه العسكريه عندها الاسرار نتاعها، وهما راهم داوهم في قضيه نتاع انقلاب. كاين بعض من الناس يقول لك يا خويا دوك هذا الجنرال توفيق راهو يخي خرج، راهو في المحكمه المدنيه، راه قضيه انقلاب، انقلاب من خلال الشهاده اللي راهو قالها نزار. وراهم دوك بداو ناس يبانوا، كانوا بعض من الناس ذاك النهار نسمع في هذاك الوزير تاع السياحه نتاع حمص هذاك اللي كان يحضر في العيد نتاع الفراوله فيسكي كدا، وك صاروا كلك يحكيوا على التوفيق وملزي ومخابرات، وكانوا كانوا موجودين مانيش عارف وين في الوقت هذا، كانوا يقولوا بلي راهم يحافظوا على المؤسسات نتاع الدوله، الدوله العميقه. والله العظيم هم امي بكي وامي ضحك. المهم اذا ذوك القضيه هذه تاع وزمو تاع وكيل الجمهوريه هذه ولا المحكمه العسكريه ماشي حاجه سهله الاخوه. بالتالي شوفوا دوك كاين بعض من الناس يقول لك ايه اخويا دوك حنا رانا فهمنا، دوك فهمنا دوك انت في القضيه هذه
نتاع وش اسمه هذا كريم طابو، وهذا زيطوط، واسمه بوشاشي، وهذا الناس اللي راهم درك وما يحكموا يحكيوا على القيادة العسكرية. شوفوا الإخوة، مثل ما قلت لكم قبيل، الأغلبية نتاعكم ما عندهمش درك هما تجربة. شوف نعطيكم كأمثلة من الواقع، وضك هذا زيطوط وهذا واسمه خلي نزيد نديروا معهم شوشاني باش تحللكم مليح، تحبوا الأسماء وتحبوا زيطوط وشوشان وهذا كريم طابو واسمه هذا بوشاشي، ولكش ما تحبوا تزيدوا أسماء واحدة أخرى زيدوها من عندكم. لازمكم تفرقوا أولا بين الناس، كل واحد عنده الكاريير تاعو. زيطوط راهو كان يخدم في قنصلية في ليبيا، قال عيطوا له، كان هو في تلك الفترة ربما عنده ظروف والله، المهم خرج راح لبريطانيا ودار لجوء سياسي. شوشان مش كيف كيف، شوشان راهو كان هو في المؤسسة العسكرية، كان ضابط، تهموه دخلوه للسجن، من بعد خرجوه وطلبوا منه من خلال الكلام نتاعو الاعترافات نتاعو والشهادة نتاعو، يقول باللي طلبوا على جلب هما يخدموه في جماعة مسلحة ويكون نائب الزيتوني. بالتالي ما لازمش تربطوا الأمور بعضها، كارير تاع شوشان وحده، كارير تاع زيطوط وحده. هذا كريم طابو راهو كان في حزب معتمد، كان في الأفافاس، كان نائب عام، صارت له مشاكل معاهم والله عليك، المهم خرج ما بعد راهو أسس حزب واحد آخر. بالتالي هادو دركا كل واحد، وهذاك بوشاشي راهو محامي وراهو أيضا كان نائب على الكتلة نتاع الأفافاس. كل واحد عنده الكارير تاعو، كل واحد عنده أفكاره، كل واحد عنده النضال تاعو. دركا لما يتحدث درك هذا شو اسمه كريم وش اسمه بوشاشي، لما يتحدث بوشاشي مثل ما كنت نقول لكم انا انسان قانوني، عنده ملفات، مر هو بالمحكمة العسكرية، مر هو بمحاكم الخاصة، مر هو بالدفاع على كثير من المعتقلين، كثير من المساجين اللي محكوم عليهم بالإعدام إلى غير ذلك، وتعامل إلى حد ما مع ضباط اللي كانوا في تلك الفترة إلى غير ذلك. بالتالي درك هو عنده نظرة، راهو ينظر للأمور هاي كيفاه تمشي. درك هذا زيطوط راهو كان لاجئ، كان لاجئ، هو الآن ما راهوش لاجئ سياسي، راهو يعني محسوب لاجئ، ولكن هو الوثائق نتاعو مش وثائق تاع لاجئ، هو راهو عنده الجنسية البريطانية وراهو عايش في لندن. المهم راهو يعتبر راهو لاجئ، مادام راهو ما دخلش للجزائر ولا راهو يسمى لاجئ. هو ايضا راه عنده معلومات، عنده كانوا يتعاملوا في وقت من الاوقات هكذاك مع واسمو هذاك صمراوي، وتحدث في مواضيع، وانسان راهو ناضل، ما لازمش الانسان يبخس الناس الاشياء نتاعها، تحدث في مواضيع القنوات الفضائية في وقت وين أنه كانت الناس ما تتكلمش، كانت الناس تخاف، هو كان يتكلم، كان في بريطانيا، كان يروح لقطر، كان يتحرك منا كان يتكلم في مواضيع مختلفة. شوشان راهو تحدث في كلام اللي يتكلم واحد يطير راسه، ماشي كيما زيطوط. شوشان راهو كان معاهم وتحدث في أمور اللي تخصه هو، وكانت كاينه بعض الأمور اللي راه هو شهد عليها، مشي قال مثلا نسمع والله كذا والله كذا، كان يتحدث. بالتالي ما لازمش نربطوا الأمور بعضها. ذركا قضية ذك نتاع الموقف نتاعهم من القيادة العسكرية، كل واحد الموقف نتاعو كيف راه رايح يبنيه. درك كاين اللي راهو درك هو متحفظ، انا شخصيا متحفظ من القياده العسكريه، تلمو هو انه تعودنا على الغدر، تعودنا تعرف مثلا راك قال مثلا في بلديه، نعاود نرجع للموضوع ساعه نجيب امثله هكذا ونعاود نرجع للموضوع. مثلا تارك في بلديه ولا في قريه، راك في قريه
ما عندكش التريسيتي، ما عندكش الطريق مخدومة، ما عندكش مستوصف، ما عندكش مدرسة، ما عندك والو في القرية هذه. وكل مرة يجيك مير، يجي هو يجي نهار الانتخابات يجي ليك السلام عليكم واش راكم وهنا معكم ان شاء الله ونديركم مدرسة ونديركم طريق ونديركم مستشفى ونديركم ونديركم، يروح. يجي الاخر كيف كيف، لما يجي ليك انت مره واحده اخرى واحد ترشح وراه يجي، انت واش راح تقول له؟ راح تبزق عليه وتقول له روح من انت كيما انت كيما الاخرين. نفس الشيء الان درك راهو حاصل، كاين الناس اللي هما راهم درك هما متحفظين وفقدوا الثقه، لانه هذا الناس هاك تشوف فيها هذا اللي كانوا يصوروا فيه على اساس انه مجاهد وعلى اساس انه وطني، يطلع لك خائن خائن. صاروا درك خوانا، راهم درك هما مدين البلاد للهاويه وكذا وكذا. وبالتالي انت الناس تطرح اسئله منطقيه، يقول لك كيفاه وهذا درك خيل قايد صالح كان معاهم والله. لا وصحيح كان قايد صالح كان مع التوفيق في التسعينات، راهو كان قائد القوات البريه، كان يمد في الورد ولا يا اخي، كان يضرب في الناس بالدبابه وبالصاروخ. ولكن القايد صالح ما كانش هو القائد في فوق في الهرم تاع السلطه، لكن الان راهو قائد. كانت مثلا دي ديسيزيون كانوا مغلطينهم مثل ما راهم مغلطين كثير من الناس، راهم الان صاروا يقول لك. انا حكيوها لي، كاين واحد ما عندوش كثير من اللي اتصل بيا قال لي يا صاحبي راه ولات الهضره اللي كنت تقول فيها انت كل كنا نشوفوا فيها احنا افلام، رانا ولينا نشوفوا فيها درك. احنا كنا نعتقدوا باللي انتم راكم عايشين في احلام والله، وسمو ظهرنا باللي رانا كنا شغل مخدرين ولا مانيش عارف كيفاه. يطلعوا لنا الناس اللي كنا احنا نشوفوا فيهم وطنيين ومخلصين، نصيروا نشوفوا فيهم احنا ناس راهم خوانا وناس باعوا البلاد وناس كذا. بالتالي درك انت لما تقرا العذر الواحد تقرا الواحد اخر. درك هذا القايد صالح انا شخصيا راني قلتها بالصوت وبالصوره، مانيش طالب الود نتاعو ولا، ولكن موضوعي. وفي نفس الوقت مثل ما عطيت لكم المثال نتاع قبيل تاع الصياد، تا درك جماعه راهم درك في السلطه، راهم في السلطه الان، تخليهم انت درك هكذاك تطبق يديك وتخليهم هما راهم راهين يلعبوا بك، في اي لحظه قادرين يقتلوك ويقتلوا الجماعه ويعاودوا يستوليوا السلطه ولا تقبض عليهم. واش هو الخيار اللي عندك انت؟ راهم قبضوا عليهم دوك الجماعه اللي راهم دوك هما يريكلاميو، سواء طابو ولا واسمو ولا زيتوت ولا اي واحد اخر، راهم دوك هما يريكلاميو. كاين اشياء اللي هي منطقيه، ما يجيش واحد دوك انا يقول لي هذاك خائن وهذاك وباع البلاد وكلام فارغ، كلام فارغ ما عنده حتى ما عنده لا اساس لا راس. او الجماعه دوك اللي راهم دوك مثلا يحكيو على 4 جويه، الا راك انت مع جماعه نتاع 4 جويه معناتها راك انت انسان مناضل وانسان راك تحب البلاد وراك مخلص وراك كذا، والانسان اللي راهو يحوس على مرحله انتقاليه هذاك راهو انسان خائن وراهو انسان بايع الضمير تاعه وراها فرنسا تحكم فيه. بركك من الكلام الفارغ، جيب ادله، جيب ادله قنع بها الناس. درك الشيء اللي راهو حاصل وشي هو في هذه القضيه، هو انه كاين ناس اللي هما خايفين، خايفين يعني يقول لك باللي احنا لو كان نبقاو احنا مستمرين في هذا الوضع رايحين نعطيو فرصه لهذه الاصابات نتاع الدول العميقه باش هما يعاودوا بعد ما تضربوا يعاودوا هما يهيكلوا رواحهم يعني في اقرب يعني كيما نقولوا وقت هكذا، ويعاودوا هما قادرين يحثوا مفاجآت، يديروا اغتيالات سياسيه، قادرين يفجروا البلاد، قادرين. وبالتالي احنا لابد ما دام شغل واحد دوك راهو حاكم نتاع على واحد حيوان مفترس وراهو حاكم، يا يجيفو ولا ينوض ليه ياكلو، راهو في هذيك المرحله هذيك. هما راهم يشوفوا باللي طول المده راهو رايح يخدم هذه العصابه. وفي المقابل كاين الناس اللي هما دوك ما عندهمش الثقه مثل ما قلت لكم انا في هذه القيادات، ومن حقهم بحكم هو انه الشعب ليس هذه المره الاولى التي يغدر فيها بدليل ها هو بوتفليقه 20 سنه وطلع حاجه واحده اخرى.
قلت لي قال لي كان ها ودار لهم المصالحه ودار لهم الامن ودار لهم الاستقرار وخدم لهم. وكانت لما جابوا تفليقه كان الجفاف، من بعد ولات المطر تصب، ومن بعد يلا ها وراح بوتفليقه ها وخلاص ولات المطر تصب. من حق الناس باش تشك يا صاحبي، ولكن هذا لا يعني لما هو ذوك هو ناس راه تطالب بمرحله انتقاليه قال راها روح رانا نسمحوا للناس هذو تروح. قال ما على باليش انا الملفات هذيك تروح وكذا وكذا. لا، انا شخصيا انا لست مع هاد الناس اللي راهم دركم يشوفوا هذه 4 جويليا مناسبه للنصر ومناسبه للكذا، وهذو الناس اللي هم دوك ما يحضروش فيها راهم خوانا وراهم ما عندهمش علاقه بالبلاد، ولا مع الناس اللي راهم دوك ما يحوسوا على مرحله انتقاليه بالشروط نتاعهم هما. مانيش معاهم في اثنين، ومانيش انا مع الناس اللي راهم دوك هما مرات يخدموا في هذه الدول العميقه بهجومهم يعني المتكرر على القيادة العسكرية ضد القايد صالح في شخصه ضده. ولكن الأمر راه هو يحتم عليك خطر لما انت تصير انت تهاجم في القايد صالح وانت راك تهيج في هذوك الضباط على جال باش هما ينقلبوا على القايد صالح تركت، ولما يكون تكون كاينة الحاضنة الشعبية هاو المشكلة وراها. الحاضنة الشعبية اللي كنت نقول لكم قبل انا على القايد صالح، الحاضنة الشعبية لقاها هو ضرب بها هاد الجماعة. انت راك رايح انت تنحي لك الحاضنة الشعبية تعطيها اللي راهم درك هادو مع جماعة التوفيق وطرطاق راهم في الصف الثاني ولا في الصف الثالث تمهدلهم في الارضية باش هما ينقلبوا على القيادة العسكرية. بعد تقول لي لا 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 انا خاطي، انا خاطي، ياك تخدم معاهم بالغباء نتاعك راك تخدم معاهم ضد القايد صالح. لكن انا مثل هذاك الانسان اللي راهو درك هو راهو يمشي، راك تمشي في الطريق، تمشي راك انت ما على باليش انا راك في معركه، راك في معركه سياسه ثانيه راه نفس الشيء، راك تمشي راك في معركه. من بعد قال حبس دير الفرما، ضرب دوره غوش ضرب دوره دروات، شوف قدامك شوف من وراك. قال ايه اوكي نزيد نافونسي شويه، ماشي انت قال رايح بارك القدام ورايح ماشي 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 حتى ندخل راسك في الحيط. هذه مش سياسه، هذه تقعد انت دوك ملي تنوض وانت راك ضد القايد صالح ضد القايد صالح. واش هو الفرق بينك وبين توفيق؟ ما هو الفرق بينك وبين سعيد بوتفليقه؟ شو هو الفرق؟ راك تخدم معاهم، ماكش تخدم معاهم، لكن بالغباء نتاعك راك تخدم معاهم. انا ما نعطيلوش الفرصه. رانا قلنا لكم في خطابات مختلفة لازم الإنسان من خلال الخطاب تاعو ما من خلال هكذا التعليقات نتاعو والله يحاول هو أنه يمهد الأرضية، تدفع أنت للناس على جال باش درك هي تحكم المقاليد نتاع الحكم. دوك كاين بعض من الناس اللي هما درك يقول لك أخويا أوكي إحنا رانا مع هذا الكلام هذا اللي راك تقول فيه، ولكن إلى متى؟ إحنا دوك راه عندنا شهرين من اللي تحركنا، عندنا شهرين وحنا رانا نطالبوا وحنا رانا نقولوا باش يروحوا درك هذا الباءات هذو. قال يروح درك هذا وش اسمه بن صالح ويروح هذا بدوي ويروح على باليش انا وهذاك تاع فلان هذاك وش اسمه بوشرب رانا حنا نحوسوا مع يروحوا. ولكن الاخوه لازمكم تفهموا بعض الأمور. أنا لا أعتقد هو أن هذه القيادة العسكرية التي استطاعت أن تقبض على توفيق وعلى سعيد بوتفليقة وطرطاق اللي راهم يعتبروا من أنه رؤوس من رؤوس هذه الدول العميقة، رؤوس مش كلهم، راهم مازال عندهم محامين عندهم قضاة عندهم ناس في الداخل وفي الخارج في كل مكان راهم مازالهم يتحركوا. لكن هاد الناس اللي قدروا هما يعتقلوا توفيق ويديوه هذا القايد صالح واسمه هذا بن صالح هذا بتليفون برك يقولوا له البيز البيجاما تاعك، ماشي قضيه نتاع انه هما دوك راهم هما راهم درك في هذه القضيه انه راهم اعتقلوا مجموعه دخلوهم للسجن
وربما راه تجي اشياء واحده اخرى. لكن انا شخصيا في هذه القضيه نتاع 4 جوية درك نعاود نتحدث عليها، قضيه نتاع 4 جوية هذه نتاع الانتخابات، لانه امر لازم الانسان يتحدث عليه. المهم اتمنى هو ان راني وضحت لكم بعض المسائل فيما يتعلق بهذه القضيه هذه نتاع القايد صالح والقياده العسكريه. وانا شخصيا كنت ضد القايد صالح، كنت نقول فيها بالصوت وبالصوره في شخصه، مشي ضده هو يعني هكذا عندي حسابات شخصيه ولا لا. انا نشوف فيه باللي ماهوش في مستوى نتاع القياده العسكريه، هكذا قناعتي الراسخه. نشوف انا باللي القياده العسكريه لازم لها واحد دكتور، لازم لها واحد كذا. دوك خلينا مثل ما دائما نقول، كاين هناك وضع طبيعي وكاين هناك وضع غير طبيعي. احنا الان امام وضع غير طبيعي وامام اشياء راه تحتمت عليك. احنا دركا اذا كان درك هذا القايد صالح وهذه الجماعه اللي راهم دركم معاه هما راهم يحوسوا على الخير للبلاد، وراها جات فرصه تاريخيه يا خويا. هاد الناس اللي راهم درك هما في الحراك، بدل من انك انت تدخل معاهم في مواجهه واللي انت تمهد الارضيه من مثل ما رانا نشوفوك الان، الناس راه تعمل الى تفكيك الحراك. يعني دوك رانا شفناها دوك في تصريحات وفي تعليقات وفي كذا، تراك قاعد في بريطانيا، واش دخلك انت في جد البرج؟ هاي واش دخلك في جد البرج انت حتى تصير انت راك مع ذاك ومع ذاك؟ واش دخلك انت في جدهم؟ خليهم بيناتهم، حاول انت باش تنصحهم، حاول باش توجههم توجيه صحيح، حاول على جل باش تدفع الحركة على جل باش هو يبقى محافظ هذاك الزخم نتاعو، محافظ هو على الحرارة نتاعو. حاول هو انك انت تدفع الامور الى الامام على جل باش تبقى الناس ثابتة، على جل باش توعي الناس. حاول تروح انت تدخل انت في هذيك الصراعات على جل باش انت تفكك هذاك الحركة. لفائدة من؟ توقف انت ذكا ضد القايد صالح ومع الوسمو، وتوقف انت ضد الجماعة اللي راهم ما يتحركوا. لفائدة من؟ ياك تخدم فيهم، راك تخدم فيهم بالمجان. هذه سياسة، هذا وعي، هذا ياك تخدم فيهم بالمجان غراتويتمون. هما راهم قاعدين دايرين رجل فوق رجل. انا مرات تجيني معلومات، شوف انا المعلومات نفليها نشوفها نقراها منا منا منا، مرات تجيك معلومة ملغمة ياو تتكلم بها تطرطق عليك، ايفيتيها. خلي ربما تجي وقت وتعطي منها مورسو، ومن بعد تجي كاينه اشياء اللي راه مع الوقت تبان. المهم درك في هذه القضيه هذه راهو كاين، بدات هذه المده الاخيره بدا يحصل فيها انقسام، راهو موجود دركا في عدد من الولايات ولا سيما المدينه نتاع البرج. نحاولوا ان نبعث بعض الرسائل لخوتنا في البرج، راني نتحدث ذاك النهار، ونحاولوا ان نزيد نعاود نرجع للموضوع وان شاء الله ما نطولش فيه. مثل ما قلت لكم في بدايه التسجيل، هو ان هذه الجماعه هذو نتاع الدول العميقه نتاع الديارات السابقه هما درك كانوا منذ البدايه كانوا يراهنوا، ولكن الولاية نتاع البرج ما كانش يعني حاطينها مثل ما راها الان. المهم هما حركوا جماعه ثم في الولاية نتاع البرج، كاين منهم اللي هما كانوا يشتغلوا في هذوك نتاع ما يسمى بالمعطوبين، تحركوا في وقت سابق، وتحركوا حتى منذ 2011 حركوا جماعه ثم، وعندهم هما بعض أرباب المال اللي هما يخدموا معاهم، كانوا يعاونوا فيهم، داروا فيها أموال وداروا فيها جمعيات وكانوا يحركوا فيهم غوش دروات. المهم حركوهم أيضا في الانتخابات البلدية والتشريعية، حركوهم أيضا في الانتخابات الرئاسية، وجات هذه القضية، جات هذه نتاع العهد الخامسة، حركوا مجموعة ثم. دركا مثل ما قلت لكم انا في البدايه نتاع المداخله نتاعي، كاين هناك اشياء اللي هم خطوا لها ولكن فيما بعد خرجت على يديهم.
درك هذه المدة الأخيرة لعلكم لاحظتوا باللي فيه مجموعة هذو في الحي هذا نتاع الجباس صاروا هو أنه مرة على مرة يبعثوا رسائل عن طريق هذه اللافتة اللي يديروها في المكان هذاك اللي صاروا يلقبوا فيه بقصر الشعب. وهذه الالتفاتة اللي هي راها جلبت مش تعاطف فقط ناس البرج وإنما ولايات واحدة أخرى، وصارت الولاية نتاع البرج محط نتاع أنظار هذا الناس نتاع الجباس، يعني أغلبهم ناس زواولة، يعني ناس فقراء نعرفوا هذا الحي نتاع الجباس، مش يعني كما نقولوا رانا غرباء المدينة ولا كذا، ونعرفوا حتى الأشخاص هذا منهم اللي نعرفوهم. مثل ما قلت لكم ونعود نكرر، فيهم الناس اللي هما داخلين في هذه القضية نتاع كرة القدم، يعني مناصرين للفريق نتاعهم، فيهم الإنسان اللي راهو دارس في الجامعة، فيهم البطال، فيهم العامل، فيهم وفيهم. جات هذه الفرصة على جال باش هما يسيروا يمدوا في رسائل عن طريق هذه اللافتة، وبدأت القنوات الفضائية، راكم تعرفوا قنوات الفضائية مرات هما أنه يستعملوا الإعلام من أجل النفخ، الناس السياسيين يعني تكفي هذه الكلمة هو أنه يفهموا التفاصيل. مرات هما هذو القنوات الفضائية يستعملوا مثل هذه الأشياء للنفخ للتضخيم، ومرات لما يحبوا يطردقوها طف كي البالو هذاك المنفوخ هذاك ويفلقوه وكأن شيئا لم يكن. المهم درك كاين الناس اللي هما درك حبوا على جال باش يستعملوا المانيبيلاسيون في عدد من الولايات وما لقاوش، يعني لانه الناس في ولايات واحدة اخرى ما كانش ناس اللي كيما نقولوا هكذا شيفان هكذا، والله كيما نقولوا ناس هكذا زعامات والله اللي بحيث هو انه قال لي يقدروا ثمثم في البرج. حاولوا منذ البدايه جال باش يصنعوا بعض الدوما هكذا اللي هما فيما بعد يستغلوهم باش هما فيما بعد يسيروا عن طريقهم يوجهوا في الولاية ويوجهوا في ناس آخرين، يخلقوا لك ناس مثل ما خلقوا في التسعينات، يديروا لك ها هو بطل عنتر زوابري، ها هو زيتوني، ها هو ذاك، ها هو ذاك، ينفخوا في وسائل الإعلام، ها هو كذا، وها هو دار، وها هو دار، وها هو دار، ومن بعد كي يحبوا ينهيوه ينهيوه. هما عندهم هذه الجماعة نتاع المخابرات وهذا الناس اللي يشتغلوا معهم في وسائل الإعلام عندهم هذه الطريقة، لما هما يحبوا يصنعوا بواحد بكلمة، راكم شفتوه قال واحد كلمة نحيهم كاع بطل كبير، قنوات كل فضائية البطل هذا الكبير هذا وهذا وهذا وهذا، وناس راها تشتغل من سنوات واحد ما يسمع بهم، علماء واحد ما يسمع بهم، مفكرين واحد ما يسمع بهم، ويحبوا يجعلوك من بلطجي ثم يطلعوه يقلبوه ينفخوه بأي طريقة ينفخوه، لكن لما يحبوا يهبطوه يهبطوه مثل ما هبطوا ناس آخرين. بالتالي درك هاد الجماعة درك مثلا في الولاية نتاع البرج فيهم ناس اللي راهم هما مثقفين، فيهم ناس ولكن مازال ما عندهمش يعني مستوى وين أنه راها يعني يقدروا هما يتحكموا كما ينبغي. حاولوا هو أنه يبعثوا رسائل عن طريق هذا اللافتات هذه، ومن بعد هذاك الزخم الإعلامي اللي خذته هذيك اللافتة كاين الناس اللي هما مرضى بالحسد، كاين الناس اللي هما عندهم الغيرة، وكاين الناس اللي هما يشوفوا باللي المبادرة راحت منهم وبالتالي لابد مثل ما يقولوا في البلاد هذيك نتاع نلعب ولا نحرم. أي كاين منهم ناس اللي هما بداو يعملوا من أجل تكسير هذاك الحراك، وبداو يعملوا له دون هو أنه ظل دخل في التفاصيل حتى باش ما يقولوش كيما في البلاد هذيك نتاع جاي طبوع معه ما ندخلوش في التفاصيل، راكم تعرفوها ناس البرج راكم تعرفوها. زادت جات درك هذه القضية هذه نتاع الإفطار الجماعي هذيك، زادت أيضا عوض هو أنه قال الناس تستغلها
قال والله هذو ناس البرج ما شاء الله راهم داروا إفطار جماعي وداروا لحمة، بحيث أنه راهم مجموع من الولايات راهم جاو حضروا ثم، مثل ما راكم شفتوا، مثل ما الناس اللي راه رحت ثم وزارت، ناس مضيافين، ناس رحبوا بناس ما شاء الله عليهم كذا. عوض هو أنه الناس يفرحوا، عوض هو أنه الناس يعني قال والله ما شاء الله عليهم، ناس اجتهدوا والله، يلا حبوا يخلقوا لهم قضية. قال واشي؟ قال راهو هذاك ابن حمادي راه شرى لهم بقرة، هو من بعد شرى لهم بقرة والله، شرى لهم عتروس. وراء المشكل وين هو المشكل؟ صار الجماعة في تيزي وزوب جاية يخرجوا مع برار في مسيرات، معليش نورمال. وهذا راهو قال لك افطار، افطار حرام منكر. وراء المشكل؟ وراء فرضا هو انه درك هذا راهو بن حمادي هذا راهو مد بقره ولا عتروس ولا مد بعير، حرام افطار. راه الناس درك تتبرع، تتبرع راهم هما شفناهم احنا في البدايه، هو انه كيف راحوا داروا جابوا بقره ولا جابوا عجل ولا ذبحوه ولا، ومن بعد بدات تتطور الامور هكذا، وواحد يمد واحد كذا واحد كذا، وفرقوا على ناس زواليه وكذا. عوض هو انه الناس قال هاي فرصه، دوك الجماعه اللي راهم في الولايات انا نوجه لكم النداء، والناس اللي راكم في الولايه نتاع البرج من الدوائر المختلفه، هذو راهم خاوتكم، راهم شباب، كاين منهم اللي ما عندوش تجربه سياسيه نهائيا، وكاين الناس اللي راهم غير يتكلموا هكذاك دون هو انه يديروا حسابات، ودون هو انه يقراوا عواقب للكلام نتاعهم، ما همش موالفين يتعاملوا مع وسائل الاعلام الى غير ذلك. هذو راهم خاوتكم، عوض هو انه تعاونوهم، تنصحوهم، توجهوهم، تساعدوهم لما يكونوا ينظموا والله كذا، تروحوا نتوما تزيدوا تساهموا. بعد ما دوك صارت هذه الولايه محط انظار، مش غير فقط في الوطن بل حتى في الخارج، تروحوا تزيدوا نتوما دركا تزيدوا تقسموها على جال حاجات تافهه، حاجات تافهه. والاخوه ايضا اللي راكم نتوما ثاني في الجماعه نتاع الجباش، راني سمعت لبعض المداخلات البارح واليوم على اللايف، يا اخي راك تتكلم راه الناس تحاسبك على كلمه، وبالتالي يا اما ان الانسان يقول الخير ولا يصمت ما يتكلمش. راه وسائل الاعلام تتبع، صحافه تتبع، اجهزه نتاع مخابرات راها تتبع، الناس في الداخل راهم يتبعوا، الناس في الخارج راهم يتبعوا، راهم درك يشوفوا ليكم انتوما كونوا في المستوى يا صاحبي. انتم دايرين لي في اللافته افكار، قالها ملك بالنبي، كون في مستوى الافكار تاع ملك بالنبي، مش يدير لي انت الافكار تاع ملك بالنبي ومن بعد التصرفات نتاعك انت على ارض الميدان ولا من خلال الخطابات نتاعك انت نتاع ناس. سمحوا لي ما نضرش داخل في التفاصيل، كونوا في مستوى تلك الافكار. تطرحوا انتم راكم تطرحوا في افكار نتاع دوله، كونوا في مستواها، حاولوا أن تتجنبوا هذه المشاحنات، حاولوا أن تتجنبوا الاستفزازات. دوك الناس اللي راهم درك هما يسبك، يسبك على روحو، هاهم دوك انا راهم كاين الناس اللي راهم يسبوا، دير روحك انت ماكش تشوف فيه، ما تحطش راسك ليه انت، خلي عليه يتكلم على روحو، كاين اللي راهو ربما وراه يدير في بيبليسيتي، خلي عليه، ما ترد عليه ما والو. وانصحكم هو انه تخرجوا من هذه القوقعه هذه نتاع قال مثلا دوك ولات الجباس، تبقى في هذيك القضيه نتاع حي، خرجوا من هذيك القوقعه، حاولوا هو انه ديروا صفحه ويكونوا فيها ناس في المستوى، راهم دوك الحمد لله راه في البرج ماشي راهم عندها رجالها، راهم كاين ناس مثقفين، كاين ناس مفكرين، كاين ناس مبدعين في مجالات مختلفه، وما تخليوهاش في مجموعه نتاع ناس هكذا اللي هما مرات انت تسمع بعض التعليقات ولا بعض الكلام، ما انت راح تبني انت دوله،
راح انت تكون في مستوى نتاع ولايات نتاع وطننا، لا مجموعه حاولوا انه تكون فيه كوكبه ما تكونش كبيره. قال مثلا معليش القضيه نتاع التنظيم، والله قال مثلا واحد يكون مكلف بالتنظيم هو من بعد يدبر راسه مع اصحابه، ثم تتكلموا مع هذاك المشرف على التنظيم. قال واحد مثلا مكلف بالاعلام، حاولوا هو انه توسعوا رواحكم تنظموا رواحكم. قال واحد مكلف بالاعلام هو قال مثلا في قضيه نتاع تصريحات والله في قنوات فضائيه والله، ويكون في المستوى يتكلم قال مثلا لغتين على الاقل، قال مثلا عربيه وفرنسيه، اذا كان لقيتوا واحد مثلا يتكلم الانجليزيه ما شاء الله. وحاولوا ان تكونوا في كوكبه مكتب هكذا نتاع 10 12 من الناس، الناس في المستوى، والناس اللي يكتبوا والله الناس اللي يعلقوا نفس الشيء، تبقى تحصرها في النشاطات نتاعكم وتبقاو ثم ديروا قال مثلا باش الفيسبوك والله كذا اللي تمثل الولايه نتاع البرج ماشي الجباس. ولازمكم تعرفوا باللي ما راكمش وحدكم، راه كاينه دوائر في البرج، والبرج هذا راهو كبير وعريض، وراهم دوك يجيو ناس من ولايات مختلفه باش تكون درك هذه البرج ماشي لقب اعلامي قال عاصمه الحراك، لقب اعلامي لازم تكون مجسده على ارض الميدان من خلال الناس اللي راهم فاهمين يعني هذه الطبخات اللي راح تجري، فاهمين هذه الصراعات، عندهم افكار فعلا اللي راهم رايحين يبنيوا بها دوله، ويكونوا يعني متمكنين في الخطاب، متمكنين يعني في الحوار، متمكنين في التواصل، حتى باش نتوما تشرفوا البرج احسن تشريف. البارح انا سمعت كلام، سمحوا لي البارح كنت نتبع المباشر، سمعت كلام صحيح هو انه كان غضب، كان مع الاخوه هكذا ما مش من ثم من الجباسه باش تكونوا في الصوره، ناس هكذا يعني كلموني وهكذا، وانا مانيش متخندق يعني لا مع ذاك ولا مع ذاك، احنا رانا نتحدثوا على مستوى وطني، علاش نتحدثوا هنا على القضيه نتاع البرج؟ انا كثير من الناس منذ سنوات وانا نشتغل، كثير من الناس اللي ربما يعرفونيش مني انا برايجي، حاولوا هو انه تبتعدوا على هذيك الامور. سمعت البارح كلام مش في مستوى خلاص، حتى فيه تهديدات يا صاحبي، تحكي انت على بناء انت دوله، هزلي انت الشعارات انت مالك بالنبي وانت كذا، وانت هزلي الوسمو وقاعد تتهدد في الناس. او خليوا الناس اللي يكونوا في المستوى وابتعدوا على هذه الصفحه، وابتعدوا على وسائل الاعلام، باسكو وسائل الاعلام ما ترحمكش هذه المسائل هذه، لو كان طيح في ناس اللي هما يغذيوها او ناس هما يستعملوها راح الحركه نتاعك هذاك. تصار الناس راه دقق في الكلام نتاعها، ومع ذلك راهم يهزوا الكلمه وكلمه منا وكلمه منا ويركبوها لك ويديروا عليك فيلم، ما بالك انت تعطي لهم الفرصه. لذلك الاخوه والاخوات كاين فيه مؤشرات نتاع تصدع راها موجوده، هذه اذا كان هذه الولايه التي تلقب بعاصمه الحراك، راكم شفتوا الناس راها فيه محاولات نتاع استقطاب، فيه محاولات نتاع تجاذب هكذا من اجل السيطره على الحراك، ومن اجل على جلب ما بعد كاين الناس اللي راه واحد يشوف في روحه نائب في البرلمان، واحد يشوف في روحه وزير، واحد يشوف في روحه رئيس تاع مشروع، واحد يشوف في روحه كذا، وكاينين الناس اللي هما شباب راهم هما يتحركوا، عندهم حماس، عندهم حب الوطن، عندهم كذا، راهم هما يسعوا هكذاك ويخدموا، كاين الناس اللي راهو يخدم يقول لك في سبيل الله، كل واحد كيفاه راه. ولكن انتم الان ما صرتوش ولاد الجباس، راكم صرتوا الان ولاد الوطن، ولاد الجزائر، ماشي غير فقط ولاد الجباس. فكروا تفكير وطني، خرجوا من هذيك القوقعة نتاع ولاد الجباس، ولاد الفيبور، ولاد لاغراف، ولاد الكوشة، ولاد شعبة الفار، ولاد، خرجوا من هذيك القوقعة، تحدثوا، راكم الآن تتحدثوا باسم وطن، راه الآن صارت الناس راكم تشوفوا فيهم في عدة ولايات، صاروا هما ياخذوا في هذاك التيفو عاد يديروا فيه،
وصارت فيه كأنه منافسة، حاولوا هو أن تجعلوا من هذه اللافتة رسالة ويكونوا ناس في المستوى اللي هم يعبروا، حاولوا أن تبتعدوا على هذه المشاحنات وعلى هذه الهوشات، حاولوا أن تبتعدوا على الصراعات. كاين الناس اللي راهم درك هما تلما انت تحكي في لافتة، تحكي انت على الدول العميقة وتحكي انت على عملاء فرنسا، راح تنتظر باش هما يبقاو يستناو فيك؟ والله ما يستناوكش. بالتالي هما يبعثوك ناس، يبعثوك ناس في الصطاد اذا كنت راك متواجد ثم، يبعثوك ناس في الحراك، يبعثوك ناس دركا من بعد يجيبولك لافتات، يجيبولك شعارات، يجيبولك اغاني، يبداو هما يستفزوا فيك. انت بعد روحك على هذيك الصراعات، ابتعدوا عن الصراعات وحاولوا هو انه تركزوا على القضيه الوطنيه. خاوتي في الولايات المختلفه، منذ البدايه نتاع الحراك كنت انا اتحدث في المدينه نتاع تولوز، كانوا في بعض الاخوه لما قلت لهم انا باللي راهو كاين انقسامات، راه التسجيل مازال موجود وراهو منشور، راني شرطو قبيل على الصفحه نتاعي. كان بعض من الناس اللي غاضهم الحال، لربما راه منهم اللي راهم يشوفوا فيا، كانوا بعض الاخوه هكذا لما قلت لهم انا باللي راه كاينه هناك انقسامات غاضهم الحال، قال لك كيفاه تقول انت يا هكذا وحنا كنا خاوه وحنا كذا وما عندناش هذيك العقليه نتاع عربي وقبايلي وما عندناش كذا وحنا كنا خاوه. صحيح بالكلام، لكن الواقع راكم تشوفوا فيها طابو، زيتوت، شوشان، بوشاشي، ديغاج، ارحل، راكم تشوفوا فيها راي العين. كيفاش هذا ما عندكش انت ورحلوا ابو جره سلطان؟ ما عندكش انت هذه العقليه، ما عندكش انت هذه العقليه ورحلوا الوزاح النون، ورحلوا بوشاشي، ورحلوا طابو، ورحلوا ناس اخرين، سعيد سعدي. الصراعات موجوده والانقسامات موجوده، كاين الناس اللي دركهم راهم حابين تكون هناك جمهوريه على المقاس نتاعهم، قال عندها طابع اسلامي طول. كاين الناس اللي هما يشوفوا فيها باللي لازم تكون جمهوريه على اساس طابع علماني طول. كاين الناس اللي هما دوك راهم دعم فيهم جهات من الخارج في وسائل الاعلام، كاين الناس اللي راه دعم فيهم ناس في الداخل في وسائل الاعلام، وكاين هناك اصوات مقموعه ممنوعه. وبالتالي ما تقوليش انت بلي الانقسام هذا راه مش موجود، بالاضافه الى انه رانا نشوفوا فيها دوك الان من خلال اللافتات. وحتى هذه القضيه نتاع التنظيم والقضيه نتاع التاطير، في بدايه الحراك انا كنت نتحدث وكنت نوجه في بعض الانتقادات، وقلت انا بلي لابد من تاطير هذا الحراك. اذا كان الناس راه ما تعرفش روحها على المستوى الوطني، على الاقل الناس اللي راهم دوك معروفين بالنضال تاعهم، معروفين بالمعارضه تاعهم لهذا النظام، والناس تثق فيهم الى حد ما، هما ينسقوا مع بعضهم باش يكونوا هما النواه الاولى فيما بعد درك هاد الشباب اللي راهم موجودين درك هما على مستوى الولايات، في صالح من درك عدم التاطير هذا اللي كانوا في وقت من الاوقات اللي درك منهم ولا صار يتحتى التاطير. هار اللي كنا نقول لكم باللي لابد من تأطير، هاو عندنا دوك اكثر من شهرين، ما الذي صنعتموه؟ لو كان دوك راه كاين مثلا قياده وراها دوك هي تتحدث مع القياده العسكريه مباشره، يروحوا دوك نتاع الاحزاب قال السي محمد انت شكون كلفك، شكون اللي انت كلفك على جال باش انت تتحدث باسم الحراك، دير مبادره. كنا درت انا واسم المبادره هذيك نتاع المؤتمر اللي تحدث عليها منذ سنوات قبل ما يظهروا هذ الناس هذو اللي ذكرها منو يتكلم، يجي يقول لك انت تحوس تركب الحراك، ما يعرفكش من با، يجي يقول لك انت حبي تركب الحراك. شوف يا سيدي درت فيها فوتو وعشيت زعيم. بالتالي الاخوه والاخوات راكم تشوفوا دوك الان انقسام راه موجود، غير الانسان اللي هو يحب يدك راسه في التراب موجود، وهذه التصنيفات راها موجودة ليس من الآن.
شويه نتاع ما بالعسل نتاع راكم تعرفوا. هذه هي الإخوة. إذن القضية لابد من تأطير هذا الحراك ولابد من مخرج. دوك نحاول أن نتحدثكم عن القضية نتاع المخرج، وإن شاء الله نختموا هذا المداخلة اللي ربما طولت عليكم. دوك الناس اللي راهم يتحدثوا عن القضية نتاع ربع جوليا، ومنهم من اللي اقترح أحمد طلب الإبراهيمي على جل باش هو يكون رئيس. في حالة ما إذا لم يتقدم أحمد طلب الإبراهيمي ولم يقبل بهذا الاقتراح، كيفاش راح نديره؟ راح تجرى هذه الانتخابات. شكون هما هاد الناس اللي راهم مترشحين؟ تقريبا نفس الوجوه اللي هما تقدموا قبل الموعد هذاك اللي داروه في 18 أفريل 2019، تقريبا نفس الوجوه. دوك اذا كان القياده هذه نتاع العسكريه وهذا القياده السياسيه بين قوسين هذو اللي راهم دوك راهم موجودين، راحوا هما الانتخابات هذه، النتيجه واش هي؟ هذا العمل اللي راهم دوك يديروا فيه القياده العسكريه يواصلوه ولا لا؟ دوك اذا يواصلوه معناتها باللي دوك هذا الرئيس هذا اللي راهم يديروه راهو كادر. نحاول الكادر نتاع بوتفليقه، جابوا الكادر نتاع عبد العزيز، نحاو عبد العزيز بوتفليقة، داروا عبد العزيز بالعيد، كادر واحد اخر. وبالتالي ما راناش راح نخرجوا حنا من هذه الازمه، نبقاو حنا في تصفيه الحسابات، وراح تزيد ضيع فرصه تاريخيه، وراحين نبقاو في هذا المستوى هذا. والناس ايضا هذو اللي راهم درك هما ثاني كيف متعنتين، وما راهمش ايضا ثاني الى درجه ما قابلين بعض الامور اللي راهو فرضها الواقع، ماكش انت اللي درتها، الواقع فرضها. دوك انت هذا الانقلاب اللي هما يحاولوا باش يديروه ماكش انت اللي درت له ولا انت اللي خططت له، هو راهو درك صار تحصيل حاصل. هذا الحراك درك راهو درك انت تشوف فيه، راهو امام عينيك معطيات جديدة راه امامك تتعامل معها. اذا كان درك هاد الناس راهم خايفين درك هما، يا خويا كاين هناك حلول. انا شخصيا كنت تحدث على هذه القضية نتاع المؤتمر ومازالني مقتنع بها. في نفس الوقت درك مادام الناس درك راهم خايفين من هذه القضية نتاع ربع جوية، وخايفين هو انه في حالة ما قال ينحيو هذا بن صالح وهذا بدوي ربما تزيد تعقد الامور، نقترح عليكم اقتراح راني تحدثت عليه في تسجيلات سابقة ونعاود نكرره لربما راهم كاين اخوة اخرين. الاقتراح انا اللي نقترحه لكم هو انه تؤجل الانتخابات، بدل من انه راه راح يديروها في 4 جويلي تؤجل، اسيدي تكون في 1 نوفمبر. ها نصحوا 1 نوفمبر، نصحوا مادام رانا نحكيو على جزائر جديده ننطلقوا من 1 نوفمبر، اسيدي يكون 1 نوفمبر واحد اخر. وفي هذه المرحله يا سيدي هاد الناس اللي راهم درك هما يعني يقودوا في عملية هذه نتاع ضرب الخناق على هذه الدولة العميقة، يواصلوا هذا العمل تاعهم، يواصلوا العمل تاعهم، ولكن يكون بعيدا عن تصفية الحسابات. في نفس الوقت ماذا بينا على جل باش نشوفوا مؤشرات واحدة أخرى اللي هي تعطي نفس جديد للشعب، نشوفوا حوايج واحد اخرى، افعال نشوفوها على ارض الميدان. وانا قلت نزيد نعاود نقترح هذه القضيه نتاع المؤتمر، يعقد مؤتمر من هنا لجويه في البلاد، وهذا المؤتمر تتشكل فيه حكومه نتاع وحده وطنيه اللي هي تشرف على الانتخابات،
وبالتنسيق مع القيادة العسكرية. أنا لا أهمل القيادة العسكرية، ومشي من الآن، منذ سنوات وأنا نقول باللي لابد من إشراك القيادة العسكرية، خطر هذا الإنسان اللي هو يهمل هذا العامل هذا إنسان لا علاقة له بالسياسة ولا علاقة له بالواقع. ولما تقول أنت تشركهم، هذا لا يعني هو أنك أنت راك تؤمن بدولة عسكرية ولا مش عارف، فراهم يخموا الناس. لولا القيادة العسكرية لما تم القبض على هذه الجماعة، هذا توفيق وطرطاق وكذا. بالتالي كيفاش انت راك راح تهملهم؟ يقول لك باللي ناس راهو حراك انت تقول 1 2 3 في الشارع، راح انت تقبض على التوفيق ولا؟ القوة العسكرية هي التي قبضت على توفيق وقبضت على طرطاق وتقبض على شخصيات واحدة أخرى، قوة عسكرية. وقلت لكم أنا منذ البداية لو كان ما يكونش هناك انحياز تاع المؤسسة العسكرية للشعب، تغيير لن يحصل. احنا الآن الحمد لله راه المؤسسة العسكرية لم تستعمل القوة والعنف ضد الشعب، هذا أمر يعني نثمنوه ونتمنى هو أنه ما يحدثش شرخ وما يحدثش صدام بين الشعب وبين المؤسسة العسكرية. وكنت اقترحت في البرج، ونزيد نعاود نكرر للإخوة اللي راكم في البرج وفي ولايات واحدة أخرى، مش غير بالضرورة في البرج، الناس اللي راكم تديروا إفطار جيبوا خاوتكم من العسكر فطروهم معاكم، نتمنى هو أنه يقبلوا هذا الاقتراح باش تبينوا باللي راكم مخاوة بالأفعال على أرض الميدان. والإخوة اللي راهم دركم مستعملين هذيك الهجمات وهذيك الاسمو، حاولوا هو أنه ما تدخلوش في صراع. ونفس الشيء القيادة العسكرية، ثاني أمامكم فرصة تاريخية، لا بد هو أن تطمنوا الشعب، ما تخليوش ثاني حالة الفوضى هذه، وهذا الطول نتاع المدة ما يخدمكم لا نتوما ولا يخدم الوطن ولا يخدم الشعب. حاولوا هو أنه باش في أقرب وقت هو أنه توصلوا لهذا الوسمو نتاع تأجيل الانتخابات والذهاب إلى، يا سيدي حبيتوا تديروا انتخابات ديروها في نوفمبر، ومن بعد يعقد مؤتمر ما تشرفش عليه هذه المجموعة هذه نتاع بن صالح ونتاع كذا، يكون تحت الحماية نتاع الجيش، من يعني يحميوه من الاختراقات ويحميوه من العملية نتاع التسلل نتاع الدول العميقة هذه ونتاع الوسم نتاعها الخدم نتاعها، لا بأس. ويكون هناك يعني تسمى مرافقة يشاركوا فيه الناس هذو اللي راهم في الحركة على مستوى 48 ولاية وفي الخارج، وتمشي الناس واحدة واحدة لبناء جزائر جديدة مع بعض، ونبتعدوا احنا على هذا الوسم ونضيعوا، ما نخليوش فرصة واحدة أخرى تزيد تضيع وتدخل البلاد في حيط. لأنه الشيء اللي الآن راني نسمع فيه وراني نشاهد فيه من خلال المداخلات ومن خلال التعليقات ومن خلال كذا، كاين الناس اللي راهم تحت الضغط، مثلا الناس في البرج والله في أي في ولاية واحدة أخرى، كاين الناس اللي راهم تحت الضغط ما يشوفوش الأمور مثل ما رانا احنا نشوفوها. أنا راني بعيد عن الضغط، بعيد عن الضغط، ربما عندي ضغوط واحدة أخرى، ولكن بعيدين عن الضغط هذوك نتاع واحد يجي يطبعك، واحد يجي يدير لك إعلام من وراك، يصورك واحد مانيش عارف أنا يدير لك كذا، يحاول يوترك، واحد يقول لك كلمة طايحة، واحد كذا. المهم أتمنى هو أن راني أفدتكم بهذه المداخلة، إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير.